في كدورها في مد المجتمع الرأي العام بحقائق علمية فلكية تهم يعني رصد الأهلة، هي بصفة عام يعني بصفة عامة يعني على طول العام، ولكن تأخذ يعني حيز آخر في الأعياد، ولا خاصة الأعياد الدينية وخاصة شهر رمضان المعظم. واضح. دونك هبطوا البارح على الصفحة الرسمية نتاعكم معطيات رؤية هلال رمضان 1443 هجري لسنة 2022 ميلادي، الأكيد فما حسابات فلكية، فما اقتران يصير ما بين القمر والشمس. بالضبط سما، هو تعرفوا الاقتران، الاقتران يصير يعني في أي فترة من النهار، وديما يعني في ليلة الشك، نسموها ليلة الشك، هي نهار 29 من الشهر القمري. ليلة الشك في شهر شعبان أو نهاية شهر شعبان مش يكون نهار 1 أبريل. علاش 29 ديما نفسروها نهار 29 هي ليلة الشك؟ لأنه شهر القمري طوله بين 29 و 30، مرة هذه 29.5 29.53، ويلقاو يعني التفاصيل أكثر في البيان متاعنا. دونك يعني نهار 1 أبريل مش يكون الاقتران مع 8 غير بعض توقيت تونس. واضح. توقيت تونس وتوقيت نابل قريب لبعض نقولوا نحن، ولكن فماش اختلاف كبير. مع 8 غير بعض يعني بكري، صباح بكري. ويقول قائل هذا صباح بكري حتى الغروب الشمس، هاو فما فرصة مش أن الهلال يخب يعني يقعد يترى يعني الهلال موجود، ولكن وللأسف نهار 1 أبريل، 1 أبريل الهلال مش نجم ترى، لأنه فما شروط شروط يترى، يجب يكون مرتفع بما فيه الكفاية عن الأفق، يجب يكون مسافة يعني بعيد على الشمس، مش يعني مسافة قوسية على الشمس مش تخلينا نجم نشوفوه، ما يكونش ضايع في كل بهرة متاع الشمس. وهذا يكون عند غروب الشمس، غروب الشمس تقريبا مع 6 غير ربع، 7 غير ربع، نقول 7 غير ربع متاع توقيت تونس. عند غروب الشمس حالة الهلال كيفاش؟ الهلال الارتفاع متاعه 2.9 درجات، يعني تقريبا قريب جدا من الأفق، يعني درجتين، وبمسافة قوسية يعني بعيدة على الشمس 5 درجات، يعني قريب برشا للشمس عند غروب الشمس. وهذا شنو يخلي؟ يخلي اللي استحالة رؤيته يعني فلكين بجمال يعني يعني بجمال، حتى بنحكوا على تونس، بنحكوا على تونس حتى بالآلات الفلكية. معناتها الاستحالة الرؤية نتاعو نهار 1 أبريل. استحالة. ولهنا راهو مش نسبق لك يعني حاجة، أنه يعني أكيد مش يصير يعني مش يصير اختلاف بين البيانات في الدول العربية، لأنه نجم نقول لك فما الدول العربية يقول لك حسابي الهلال تولد. ونجم يكون يعتبره غدوة نهار 2 رمضان. هذا يعني حسابي. نهار 2 أبريل هو 1 رمضان. يعني نهار 2 أبريل ينجم يقول لك. ولكن نحن حسابيا في بعض البلدان معناتها، ولكن نحن كنا نعتمد الرؤيه شروط الرؤيه غير متوفره نهار 1 ابريل. لذلك نهار 2 ابريل كي نشوفوا الهلال يعني يترى بكل اريحيه، تقريبا مرتفع عن الشمس عن الافق تقريبا 14 درجه، بعيد عن الشمس 16 درجه، وهذا يخلي انه الرصد نتاعو بسهوله نهار 2 ابريل. وهذاك علاش قلنا انه نحن حسب البيان نتاعنا مش يكون العيد ان شاء الله، قلت العيد مازلنا ركزنا. ربي يحيينا بخير. اول ايام رمضان وقتاش بالضبط فلكيا؟ نهار 3 ابريل فلكيا وفق الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك. واضح. دونك هذا بالنسبه لتونس، وينجم يكون فما اختلاف في البلدان العربيه فلكيا. هي اللي ما نحبوهاش فلكيا، لانه تفتح باب الاجتهادات. تفتح باب الاجتهادات بالنسبه للعالم العربي، وحتى في عند يعني في بلاد وحده تفتح باب الاجتهادات. حبينا نحن تكون يعني سهله برشا يعني الوضعيه، ولكن الوضعيه هذه بالذات مش تفتح باب الاجتهادات، ونخليه ديما يعني القرار كما نقولوا القرار يرجع قرار بدايه شهر رمضان ان شاء الله، مش يكون بيد سماحه مفتي الجمهوريه ان شاء الله. واضح يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا لك سي هشام بن يحيى على التفاصيل هذه الكل عن الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك. دونك كوضح الامور الفلكيه هذه الامور الفلكيه ان شاء الله. ساعه
كون رمضان مبروك على التوانسه الكل وعلى الامه الاسلاميه جماعه ان شاء الله. وكما يقولوا ان شاء الله يبلغنا ربي رمضان لا فاقدين لا مفقودين. وكهو كما قال في الاخر ختم بالكلمه اللي معناتها احنا توانسه لهنا ديما اكيد نستناو سماحه المفتي مفتي الجمهوريه اكيد يعني باش يكون هو الفايز. وسنسنا المومون نتاع الانتظار نتاع المفتي حتى الغبنه متاكد 200% كما نقولوا غدوه راهو رمضان، لكن ديما هو لحظة حدث اي لحظه الانتظار المفتي، والمفتي سيعلن يعني عن اول ايام شهر الصيام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك كيف العاده كان فاتتكم الفيديوهات نتاعنا تلقاوها على الباج فيسبوك راديو ميتيوزي، سينو شويه خلينا عندكم موعد مع اخبار الستة وراجعين معكم في بقيه فقرات